توليج لعب الكرة، لعب دخل الجزاء بالراس. الله الله الله، يا لها من بداية أيها الروماني، يا لها من بداية يا فارس الجنوب. أنا فارس في الجنوب، أنا فارس في الجنوب. هكذا هي حكاية العدائين تبدأ، هكذا هي حكاية الفرسان تبدأ، هكذا تكون الأمتار الأخيرة يا أبو نخاع. وحتى النخاع، وحتى النخاع، سنبقى نواصل، سنبقى نواصل. ورأسية الروماني تهز الحارس الكبير جروي، وضعها على اليمين. هذا الكرواتي، هذه الثابتة، انتوا شايفينها ولا لا؟ وين طلع؟ طلع. الله الله على هذا القائد الروماني ياخذ دور فاروق شافعي. اليوم لبس القميص لفاروق شافعي اللي كان يكون هذا المكان موجود فيه فاروق شافعي. قال للروماني انا موجود، قال بودسكو انا موجود. هذه الاوقات اوقاتي. لا والله زلايا، لا والله زلايا. امتصاص كان رائع جدا للكرة من رومارينو. محاولة للاتحاد، الاتحاد يبحث، نقول شوية قرب على المرمى، ملعوبة للأمام، هذه خطيرة الأمام، الجول. الله الله، عاد الاتحاد، عاد رودريغيز. من يسجل غيره في هذه المباراة؟ جاري رودريغيز أكثر من حاول. عاد العميد في ليالي العيد، عاد ليصافح جماهيره. لم ينتهي كل شيء يا فارس الجنوب، فهناك هناك العميد يقول إنها ليالي العيد، ولا لا يمكن، لا يمكن أن تذهب بهذه الطريقة. شوف البيشي لعبها بشكل رائع، وببطن القدم لعبها بشكل رائع رائع رائع. جاري رودريغيز سجل من خلالها هدف التعادل للاتحاد، هدف التعادل للاتحاد. 1-1. أنا قلت